سيجعل الله بعد عسر يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.